نتوما لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في قناه ام اسلام احمد. كتعودوا لاباس عليكم. المهم على اي حال كنعتذر على الغيبه الطويله. صراحه سقساوني ناس قالوا لي علاش ما بقيتيش كتنزل فيديوهات ديال الطبخ، كتنزل غير فيديوهات عاديه اولا شي اخبار ولا شي حاجه. اش غنقول لكم؟ فالصراحه الله مشاهده شويه ضعيفه، ما كاينش المشاهده. بنادم كيدخل على الحاجه الخاويه وما كيدخلش على الحاجه اللي يعني اللي كضرب فيها تماره وكتعذب عليها. مثلا غادي تجي الطيب، يعني بلا ما نقول لكم الكواليس ديال الطيب شنو كيكون موراه، يعني شنو كيجمع ديال القشوع، شنو كيجمع ديال هادي، شنو كيجمع ديال هادي، وفي الاخر يعني مشاهده كتكون شويه ضعيفه. صراحه هي اللي كانت فشلتني. المهم واحد الانسان عزيز عليا قالت لي لا، حنا كنقلبوا يعني فيديوهات ديالك كنجبرك ما كتنزلش غير جا ان شاء الله ما يكون غير الخير. فلهذا قلت راني نبدا ان شاء الله معكم وكنوعدكم ان شاء الله فيديوهات جدادين. فحال اللي كتشوفوا لي ما جيت نوجد معكم طاجين ديال الدجاج بالبصل والزبيب. صراحه هذا الطاجين لا يعلى عليه، كيجي غزال بحال اللي كيبان لكم في الصوره. شوفوا مقلي مزيان ومعسل. المهم رفقته بفلان، ها هو مزيان بالديسير. وهنايا بواحد الشلاضه ديال البطاطا مسلوقه. تنأخر الفيديو ونشارك معكم طريقه، نقول لكم الطريقه اللي خدمت بها هاد فلان وهاد الشلاضه ان شاء الله يا ربي. المهم نخليكم ان شاء الله مع الفيديو ديال الدجاج ديالنا كيفاش كيطيب وكيفاش غادي نعدلو ان شاء الله يا ربي، ومع النصائح اللي بالنسبه اللي ما عنده شي طاجين عنده الحديده اللي من التحت. وان شاء الله يا ربي كنوعدكم دائما ان شاء الله بفيديوهات جدادين وبزاف ديال الحاجات جدادين، وانتم ان شاء الله غتبقاو معايا وتشوفوا شنو كاين. وكنتمنى ان شاء الله تبارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصحاب ديالكم باش طلع شويه المشاهده. على حسب شويه المشاهده طايحه ما كتساعدش، ان كطيح صراحه المورال بزاف، كتساعدش انني نوض نوجد ولا نعمل شي حاجه. كنقول صافي يعني كنبقى سيمانه ولا هادي عاد كننزل شي فيديو عادي، كنعي كنسكرينيه وكننزلو، يعني ماشي شي حاجه ديالي ولا كنضرب عليها مجهود. وصراحه كيطلعوا شويه فيها مشاهده، اما كتضرب يعني تماره في الطياب في الاخر ما صراحه مشاهده ضعيفه. المهم على اي حال غادي نعمل معكم ان شاء الله فيديو على الكود ديال ادسنس. انا جبت هنايا براوات ديال الادسنس اللي جاوني. المهم صراحه ما كنتش غادي نعمل فيديو، ومن بعد ان شاء الله غادي نعمل معكم فيديو. المهم ها هما جاوني جوج، على حساب كان واحد التاخر مده ديال 3 شهور، وعاود صيفطت المره الثانيه والثالثه جاوني جوج براوات مربعطهم. المهم هذا ماشي موضوع ديالنا، ان شاء الله غادي نعمل لكم فيديو خاص بالادسنس ونقول لكم شنو هو المشكل البسيط اللي وقع لي باش تعطلت لي الكود ديال ادسنس فحال اللي كتشوفوا هادو. مهم ان شاء الله فحال اللي قلت لكم هذا ماشي هو الفيديو ديالنا. مهم على اي حال شكرا اي واحد ساهم معايا وعاوني باش وصلت لهاد المرحله هذه. راه صعيبه ماشي سهله باش توصل لهاد الشيء ديال توصل يعني الادسنس، راه صعيبه ماشي سهله. وهذه اكثر من شهرين يمكن ولا شهر ونص باش جاتني البرا الاولانيه باش دفعت الكود مع كان معطل وما بغيتش نعمل فيديو. ما كنتش غادي نعمل فيديو بحق فاش وصلتني الثانيه هاد اليومين، نقول ضروري غادي نعمل فيديو وغادي نقول للناس يعني اللي وقعوا في مشكل وقعت فيها انا باش تعطلت لي البرا وباش جاوني جوج مع بعضهم. المهم هذا ماشي هو الموضوع ديالنا، ان شاء الله فيديو قادم. وشكرا بزاف لكاع الناس اللي باركوا لي على الادسنس وكاع الناس اللي تعاونوا معايا، والله يوفق الجميع. وسلام عليكم، خليكم ان شاء الله مع المقادير ديال الطاجين ديالنا اولا ديال الشلاضه، مهم ديال كل شيء. السلام عليكم. بسم الله على بركه الله، نبداو بالمقادير ديالنا ديال الطويجن ديال الدجاج بالبصله والزبيب. بحال اللي كتشوفوا انا عملت هنايا، اختاريت انني نعمل غير في خيطه ديال الدجاج، وانتم غادي تعملوا لي متوفر عندكم يعني اللي بغيتوا نتوما. بحال اللي كتشوفوا غسلتهم مزيان ونقيتهم، حيدت لهم الجلده، كيف كتعرفوا الجلده مضره للصحه طبعا، حيدتهم
يعني ما غاديش نحمرهم، ضروري نحيدو لهم الجلده، وثم كيبقى الاختيار ديالكم. عندي هنايا الزيت بلديه بحال اللي كتشوفوا، وزيت نباتيه غادي نخدم شويه شويه منهم. عندي واحد ديال الكاس ديال الماء اللي غادي نشرمل به الدجاج ديالي. عندي هنايا جوج بصلات كبارين مقطعين صغارين، مربعات صغارين اولا مشلضين بحال اللي كتشوفوا. عندي هنايا ثلاثه دروسه كبارين ديال الثومه باش كيعطيونا واحد المذاق مزيون للدجاج. وعندي هنايا شويه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الخرقوم او الكركم، معلقه كبيره ديال السكنجبير او زنجبيل، وعندي معلقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود بحال اللي كتشوفوا. هذه بالنسبه غير الدجاج، هادو المقادير اللي غادي نستعملوا غير الدجاج ديالنا. وعندي هنايا الطاجين اللي غادي نعدل فيه. بالنسبه للطاجين، الا كان عندكم الطاجين، انا عندي هذا بحال اللي كتشوفوا، عنده من التحت ديك الحديده ديالو. الا كان عندكم بحال هذا بالحديده ديالو، طب غالبا كيكون هذا اللي بليدين عندهم الحديده من التحت. دابا انا كنصور بواحد اليد باش ما قدرتش نقلب الطاجين. مهم غالبا كيكونوا عندهم الحديده من التحت. الا ما كانش عندكم الحديده الطاجين، اي طاجين كان عندكم ما عندكم شي الحديده من التحت ديالو ملصقه، كتعملوا شي مقله عندكم ثقيله، وبالاخص مقله ديال الرغيف اولا ديال المسمن اللي كنقولوا ديال المسمن، كتعملوها من التحت عاد كتنزلوا عليها الطاجين باش ما كيتلصق لكم شي دغيه، وكيعطيكم نتيجه افضل، وكيطيب الدجاج ديالنا على خاطرو كيجي معسل. المهم هذه كنصيحه وصافي، وندوز ان شاء الله نوجدوا الدجاج ديالنا مع بعضيتنا. اول حاجه بحال اللي قلت لكم غادي نشرملوا الدجاج، عاد غادي ندوزوا للبصله ان شاء الله، ونبداو ان شاء الله طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله، نبداو طريقه التحضير ديالنا. عندي هنا واحد الاناء او واحد الزلافه اللي غادي نخلط فيها هذا الشيء. المهم غادي نعمل الثومه ديالي، ثلاثه ديال الدروس ديال الثومه كبارين، وكيبقى اختياري الثوم يعني شحال ما بغيتو القياس. وغادي نعمل التوابل ديالي بحال اللي كتشوفوا، غادي نضيف شويه ديال الملحه، عفوا ديال الماء، الملحه عملتها صافي. غادي نخلط هاد المقادير مزيان مع بعضيتهم اولا هاد التوابل. ما ضفتش كاس ديال الماء كامل، يعني غير شويه باش نخلطوا لي هاد التوابل ديالي صافي. دابا غادي نشرمل الدجاج ديالي. الا كان عندكم الوقت من الافضل انكم تخليوه يترقد، الا ما كانش عندكم الوقت يعني بغيتوا تخدموه يعني بساعته ماشي مشكل، واخا كتخدموا راه كيجي غزال وكيجي بنين بحال اللي شفتوا في الاول ديال الفيديو. المهم غادي نشرمل بحال اللي كتشوفوا الدجاج ديالي كامل. انا عندي هنايا 8 ديال الفخيطات، المهم الدجاج كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. زدت هذا الطريف ديال الفخيطه، هذا ما بانوش معايا هذا في المقادير، حتى شفت يعني في المقادير قليل شويه وزيد ديك الطريف هذاك. المهم غادي نحيد هذا الاناء ديالي، غادي نجيب الطاجين ديالي بحال اللي كتشوفوا، غادي نوضع فيه البصله من التحت، البصله اللي شلضناها اولا قطعناها قطع صغيره، كتبقى حسب الاختيار ديالكم بحال اللي كتشوفوا. غادي نضيف الزيت النباتيه، شويه زيت نباتيه وشويه ديال زيت بلديه، بحال اللي كتشوفوا. دابا غادي نجيب ديك الدجاج ديالي بسم الله، وغادي نستفو في الطاجين ديالي بحال اللي كتشوفوا. ستفو مزيان بحال هكذا، صراحه هذا الطاجين نتوما شفتوا في الصوره كيفاش كيجي غزال تبارك الله، كيجي صراحه. المهم انا ستفتو كامل، غادي نوضع شويه ديال هاد التوابل هنايا، ماشي كلشي غير بحال هكذا، وغادي نخلي شويه باش نعملوهم فوق البصل بحال اللي كتشوفوا. من بعد ما استفس الدجاج ديالي هنايا في الطاجين كيف قلت لكم، دوست باش نوجد البصله ديالي. عندي هنايا البصله كتبقى اختياريه، انا تقريبا عندي هنايا كيلو ونص ديال البصله. المهم البصله كتبقى اختياريه على حسب العدد اللي بغيتو، على حسب الطاجين ديالكم.
على حسب القدر اللي بغيتو نتوما. عندي هنايا الزبيب مرقدتو من قبل بحال اللي كتشوفوا، حتى الزبيب كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا رقدتو غير شويه ونشفتو، ها هو بحال اللي كتشوفوا. وعندي هنايا القرفه، غادي نعمل منها يعني معلقه صغيره، والسكر. هادو كيبقاو طبيعه الحل على حسب الاختيار ديالكم كيفاش بغيتو تعسلو بصلة ديالكم. المهم دوزو نوجدو البصله ديالنا مع بعضيتنا فوق الطاجين باش ردوه يطيب. بسم الله على بركه الله، عندي هنا الطاجين ديالي. غادي نجيب البصله ديالي بحال اللي كتشوفوا، غادي نوضعها فوق الدجاج نيشان. بالنسبه للبصله ضروري تقطعوها رقيقه باش تعسل لكم دغيا، وباش كتجي بنينه. الا جات كبيره شويه ما كتجيش صراحه مزيانه بحال اللي شفتوا بحال هكذا. صافي، غادي نجيب دابا القرفه ديالي والسكر. غادي نوضع يعني بحال اللي قلت لكم حسب الاختيار. انا عملت غير معلقه صغيره ديال القرفه من الفوق. غادي نعمل السكر ديالي بحال اللي قلت لكم، كيبقى حسب الاختيار باش نتوما على شحال كتبغيو تعسلو. انا عملت هنا جوج معلقات صغارين عامرين. غادي نوضع الزبيب ديالي، ديك الماء ديك شرمولة عفوا اللي شرملنا بها الدجاج اللي بقاتنا، غادي نضيف عليها نص كاس ديال الماء فقط، يعني ماشي الماء بزاف. وغادي نجي من الفوق وغادي نخويها على البصلة ديالي. صافي، وغادي نرد الطاجين يطيب على عافية مهيلة بزاف، وغادي نخليه حتى يتعسل على خاطرو. ما غادي نزيدوه لا ما لا والو، غير البصلة ديالنا اللي غادي تطلق الماء، وغادي نخليوه حتى يتعسل مزيان. ملي بدا يطلع المرقه ديالو الو يبدا يطلق الماء، ديك الساعه غادي نبقاو نهزوها بالمعلقه ونخويوها فوق البصله باش كتعسلنا البصله مزيان وكتجي فيها المذاق ديال التوابل اولا ديال اللقام. المهم نرد الطاجين ديالي ان شاء الله فوق البوطه ونتلاقى معكم بعد ما يطيب. ليكم انا رجعت معكم بعد ما طاب لي الطاجين ديالي، ها هو بحال اللي كتشوفوا باقي كي يقرقر. خليت البصله ديالي حتى تعسلت، بقيت كنطلع فيها شويه ديال المرقه باش رجعت شويه في اللون ديال الطاجين بحال اللي كتشوفوا، وانسجمت مع التوابل. وبلا ما نقول لكم الريحه ولا المذاق ان شاء الله يربح، حتى تجربوها غادي تشوفوا. المهم كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي. وبالنسبه للشلاضه اللي شفتوا معايا في اللي رافقت معاها، هذه غادي نقول لكم شنو عملت فيها. عندي هنايا بطاطا مسلوقه، فاش سلقتها مزيان عفصتها بديك اللعيبه اللي كيعفصوا بها بطاطا او لحكوها، المهم باش ما بغيتو. زدت عليها الثوم والربيع معدنوس هذا بحال اللي كتشوفوا، والثوم عفوا، وشويه الملحه، ومايونيز وشويه الخل. الا كانت عندكم مايونيز حامطه ماشي ضروري تزيدوا الخل. المهم هذه الشلاضه اللي رافقت معها. وبالنسبه هنايا الفلان مزين عندي هنايا فلان عادي، انا عملت بواطه صغيره كتدي غير هي ترو ديال الحليب. المهم فلان عادي بحال اللي كتشوفوا، زينتو بالخضار بالفروطه عفوا اولا الديسير. هادو عندي هنايا غير تفاح وبنان مقطعين ومخلطين مع السكر ودانون ديال الفريزه. وعندي هنايا هادو شرائح ديال التين اولا ديال البرتقال، مرقدي شويه في السكر شويه ديال القرفه غير شويه وصافي. وهادو شرائح ديال المندالين يعني زوقت بهم صافي بحال اللي كتشوفوا، وصراحه كيجي مزيون بحال هكذا يعني مخلط مع الديسير وصافي. كان هذا هو الطبق ديالي ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الطاجين هذا بعدا بالخصوص، وحتى هاد الشلاضه شي نهار ان شاء الله نعمل لكم فيديو ديالها خاص. انا صراحه كنت مزروبه باش ما عملتش فيديو ديال الشلاضه خاص وديال الفلان. المهم هاد المره عملت لكم غير ديال الطاجين، وان شاء الله مره اخرى نعاود نعمل معكم شلاضه او فلان ولا فلان بشي طريقه اخرى. المهم ان شاء الله حتى مره اخرى. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الطاجين ويعجبكم. وما تنساونيش طبعا الاشتراك في القناه وضغط على زر الاعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. وما تنساوش عافاكم بارطاج بارطاج بارطاجيو مع صحابكم مع خوتكم
باش ان شاء الله نزيدو نكبرو. وكما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، ان شاء الله كنوعدكم بفيديوهات جدادين، وانا رجعت معكم ان شاء الله. يلا سلام عليكم، شكرا بزاف للمتابعه.